صباح الخير، انا زهراء، اهلا بيكم في قناتي. النهارده هوريكم بدايه البروجكت اللي انا هعمله ان شاء الله ال10 ايام الجايين او الاسبوع اللي جاي. البروجكت ده انا بفكر فيه بقالي فتره وبجمع له ادوات، فانا هوريكم عشان في واحده من صاحباتي المقربات جدا قالت لي انها نفسها تشوف انا لما اجي افكر في بروجكت ايه هي اول خطوه انا بعملها عشان ابتدي الحاجه دي، خصوصا الحاجات اللي انا بشتريها من الفلي ماركت. ففي ناس كتير ما تبقاش عارفه الحاجات دي انا بشتريها اعمل بيها ايه. فالبروجكت اللي في دماغي ان شاء الله ان انا هبتديه هي ان انا عايزه اعمل كتاب طبخ او كذا كتاب طبخ. كتب الطبخ دي انا هعملها ليا عشان اكتب فيها وصفاتي او الحاجات يعني الاكل اللي انا بعمله، هكتب بالتفصيل اللي هو بيتعمل ازاي عشان هيبقى الكتاب ده هديه لبنتي ان شاء الله. ف هعمل التريشن، يعني هي في زي كتب بوك كوك بوك جاهزة ملهاش ثيم معين او ملهاش فكرة معينة. فانا عموما بيستهويني في الطبخ بالذات الفترة اللي هي بتاعت الخمسينات، شكل كتب الطبخ وشكل الحاجات كلها الإفمرا، حاجات التزيين الخاصة بالطبخ حلوة جدا جدا. فانا ان شاء الله هحول الغلاف ده غلاف قديم من كتاب قديم، هو كان كتاب طبخ، فأنا هحول الغلاف ده لجانك جورنال خاصة بالطبخ بالستايل الطبيعي بتاع الجانك جورنال، يعني هنعمل هنا بايندينج وكل حاجة وخياطة وحاجات زي كده. فالجورنال دي هتبقى بطريقة الخياطة بالغلاف بتاعها بالعنوان، لطيفة جدا، شكلها ريترو قوي. وكمان هحول واحدة من دول، غالبا هحول دي، هحولها للثيم ده، وهحولها برضو لكتاب كوك بوك مزين ظريف جدا من جوه. وده الجورنال دي هتبقى اللي هي الرينج بايند، يعني هي ممسوكة بالحلقات. خلاص، فأنا هعمل الكتابين دول، وانا كان عندي كمان الكتاب ده فممكن اعمله دلوقتي وممكن لا، لكن انا غالبا هعمل 2 في المرة دي. ايه هي بقى الحاجات اللي انا جمعتها من عندي؟ يعني انا بصيت في كل الادوات اللي عندي عشان اشوف، والكتب القديمة اللي عندي، كل حاجة، الواشي تيب، كل حاجة حرفيا ببص فيها، بطلع البوكس بتاعها وابص فيها وافرها واشوف ايه هي الحاجات اللي بتتناسب مع الثيم اللي انا هشتغل فيه. جمعت مثلا الواشي تيب، جبت شوية واشي تيب، حاجات ألوانها تنفع مع الثيم زي دول ينفعوا مع الثيم اللي أنا عايز أعمله، اللي هو مطبخ وفي نفس الوقت قديم شوية، حاجات ريترو يعني. فالألوان دي تنفع قوي مع الثيم ده. جبت كمان دي مكتوب عليها هيريتج، فدي برضو هزين بيها غطا ازازة كولا. فغطا ازازة الكولا ده من الحاجات اللي كانت زمان مش موجودة دلوقتي. برضو جبت دي الغطا ده، على فكرة حديث لكن هو شكله يدي على ريترو بتاع شويبس، وانا خرمت فيه الخرم ده عشان استخدمه كزينة للصفحات، ودي برضو هخرمها. جبت برضو شوية تيكتس لسه هعمل لها شوية تعتيق وهصبغهم. جبت التاج دي، جبت شوية قصاصات كده برضو هستخدمها. انا هعدي سريعا يعني عشان ما يبقاش الموضوع طويل قوي. جبت صفحات، ده الكتاب اللي هو ده، دي الصفحات الداخلية فيه، فبرضو انا هستخدم الصفحات دي، مش هستخدمها بالظبط يعني، هاخد منها بعض الوصفات، لكن هو مينلي انا هاخد الجوانب دي، الحليات اللي في جوانب الصفحات دي هاخدها وهزين بيها في الكوك بوك بتاعي. انا بوريكم ايه هي الحاجات عشان بعد كده لما تشوفوها في العمل النهائي هتبقوا عارفين هي جايه منين. دي الزينات دي هتبقى جايه من الكتاب الكوك بوك الاصلي، انا مش هستخدمه كله يعني، والكتاب ده كان من سنه 64 مطبوع في امريكا. في كمان باترن بيبر، هستخدم الباترن بيبر ده، وهستخدم الورق ده هدخله برضو، هستخدم الحاجات دي
هستخدم الدويليز الورقية الكبيرة دي برضو في الزينة. هستخدم الظرف ده، الظرف ده ملمسه عامل زي القماش شوية وملمسه قديم كأنه حاجات قديمة، وهدخل بقى حاجات زي كده عشان تبقى هعمل عليها ستامبنج وهيبقى ليها مكان يعني لكتابة الوصفات. في كمان ورق من قصة، يعني دي حاجات انا جايباها مقصقصاها من كتب عندي، فهنا مكتوب This book is for my children and their children. فانا لقيت ان دي هتبقى مقدمة حلوة قوي ان انا احطها في كتاب الطبخ، ان الكتاب ده لاطفالي واطفالهم من بعدهم. فانا حبيت قوي الفكرة دي والجملة دي او البيج دي، قصتها من قصة عشان هحطها في الكوك بوك ده، يعني يعتبر عنوان للفكرة اللي انا عايزة اعملها في الكوك بوك. جبت كمان دي حاجات، دي تيكتس قديمة حقيقية، دي هستخدمها كتاج للصفحات. دي برضو قصاصات، دي زي ازازة كده برضو. في دي كروت كوتشين عليها بنات شكلها ريترو، برضو دي تنفع. باكيتات للشاي برضو. لازم نختار الحاجات ما يكون شكلها ماشي مع الثيم، يعني الثيم ده في الخمسينات، فاحنا هنفتح على بنترست او نفتح على اي حاجة بناخد منها وحي للالوان ونشوف ايه هي الالوان اللي احنا عايزين نعملها، وبعدين الالوان اللي احنا عايزين نعملها دي هنبتدي نجيب كل ما هو عندنا شبه الالوان دي وشبه الثيم. الفكرة كلها ان الالوان لازم ما تطلعش بره الثيم اللي انا عاملاه، ما تطلعش بره، ما يبقاش في حاجة. يعني مثلا انا عندي القصاصة دي، القصاصة دي ما تنفعش تتحط في الكوك بوك ده لانها شكلها مش ريترو، ما تنفعش خالص. شكلها والوانها وستايل الرسم ده مش هو ستايل الرسم بتاع الحقبة الزمنية اللي انا عايز اعمل فيها الكوك بوك بتاعي، فلازم يكون الحاجات ماشية مع بعض عشان يطلع الفينيشنج برودكت في الاخر شكله متجانس. يعني دي برضو تيكت ريترو لمكان اسمه مخازن البن البرازيلي للبن، دي برضو ظريفة كأنها ستامب كده فيها اللزق بتاعها من ورا. ودي حاجات بقى انا مقصقصاها من قصص قديمة، الحاجات دي كلها هعمل لها فاصل كاتنج، يعني هقطع هقصقص الحاجات دي وهحطها كزينة في الكتاب بتاعي. كل الحاجات دي هدخلها في كولاج، يعني هعمل كولاجز وفي كل كولاج هحط صورة من الصور دي بالألوان دي مناسبة خالص للثيم بتاعي. هنا برضو البيج دي كلها على بعضها مناسبة جدا. دول دي حاجات انا جايباها من الكتب اللي عندي، يعني بعمل ايه، بحصد، يعني بفتح كل الكتب القديمة اللي عندي وبحصد منها او بقص منها الصفحات اللي تنفع تضاف للعمل الفني بتاعي وتزود تزود قيمته الفنية يعني، وتزود الزينة اللي فيه. برضو جبت دي وجبت دي، هحطهم في، هستخدمهم في التزيين. دي كانت من دايري كده او كتاب يوميات من سنة 83، ودي السنة اللي انا اتولدت فيها، فانا قلت هحط في الكوك بوك صفحات من المذكرة دي بما انها فيها السنة اللي انا اتولدت فيها، فهيبقى ليها معنى ظريف. دي حاجات برضو قصقصتها من مجلات او من كتب قديمة عندي هضيفها. فكرة للكولاج ده مثلا انا جايباها من كتاب بتاع خياطة، دي قصتها كده ودي برضو قصتها، فممكن اضيف البنوتة دي هنا كده، وممكن جبت الكلمة دي من الكتاب، من كتاب الطبخ، ممكن أضيف هنا أي ستيكر كلمة أو حاجة. يعني الفكرة إن أنا لما بنقص قصصات مختلفة ليهم نفس الثيم ولايقين على بعض، فنقدر نعمل بيهم كولاج، ممكن نعمل بيهم عمل فني أو طبقات من حاجات مزخرفة تخدم العمل الفني بتاعي. برضو أنا قصيت دي، في حاجات كتير بقى انا قصقصتها سريعا. دي برضو جاية من مجلة، حسيت ان هي المود بتاعها حلو قوي ومناسب للبروجكت بتاعي. عندي برضو قصيت دي ودي اعلانات قديمة، ده اعلان من مجلة قديمة، الاعلان للغسالات في من القديمة من زمان. ده برضو قصيت دي، استخدمهم بقى ايه بأشكال مختلفة جوه العمل الفني بتاعي. برضو لقيت دي
كانت موجودة في كتاب خياطة فيها حرف الان، وده اسم بنتي نور، فانا هحط برضو حرف الان ده، شكله حلو قوي في الكتاب. حاجات بقى زي كده، خصاصات، ريسيبي قديمة، وصفة قديمة، قصقصت حاجات زي كده، يعني مثلا دي مثلا مع دول حسب ايه هي الحاجة. يعني ده اعلان لمعجون اسنان قديم، ده مثلا اعلان لقهوة قديمة ممكن اضيف لها ده، ويبقى برضو شكل فني ظريف جوه الكوك بوك بتاعي. المهم ان هي بتبقى زينات، الزينات دي كلها متاخدة من الكتب القديمة والمجلات، بحيث ان احنا نقدر نعمل بيها حاجة اسمها كولاج. والكولاج هو تجميعة للصور والقصاصات المختلفة عشان نعمل بيها شكل فني جديد. فهي دي الفكرة من الكولاج. قصيت بقى حاجات كتير، يعني قصقصت كل دي صور قصقصتها بحيث ان انا هشتغل بيها وهعمل بيها افكار حلوة جوه الكوك بوك بتاعي. يعني ممكن دي تتحط على دي وتبقى حاجة للتزيين برضو شكلها حلو جدا. المهم دي الحاجات اللي انا جبتها من وقصتها من الكتب والمجلات القديمة اللي عندي اللي تنفع وتناسب الثيم ده. ايه كمان في الكتاب ده، كتاب كنت جايباه من فلي ماركت، فيه وصفات كتير قوي بتتعمل في المايكرويف، وفي كمان صور حلوة قوي ينفع تتضاف في الكوك بوك، وهتبقى يعني أنيقة جدا، حالتها كويسة. دي كمان دي عجباني قوي، غالبا أنا هضيف دي بشكل ما في الكوك بوك، هتشوفوها إن شاء الله لما تتعمل. وهضيف بعض من الوصفات دي بعد ما أقراهم كده وأشوف إيه فيهم اللي أنا عايزة أحتفظ بيه وقيم. يعني في كمان الورقتين دول، ودول انا جايباهم من كتاب عن المطاعم في فرنسا، فانا لقيت شكل الترابيزه دي وشكل القعده دي حلو قوي، حابه ان انا احتفظ بيه. في كمان الليبل ده لحاجه قديمه، دي اشكال للحيوانات والمأكولات برضو ممكن نحطها. دي فلاش كارد عليه عمليات حسابيه، الوانه هي الظريفه وتنفع تدخل في الكوك بوك. في دول الورق اللي هو بتاع الكب كيك الصغير، وفي دويليز كمان تنفع. في المناديل الورقية اللي هي شكلها او لونها قديم شوية او فينتج، دي برضو هتشوفوا هستخدمها ازاي في الكوك بوك لما يخلص ان شاء الله. في كمان دي صور من كتاب، من كتاب طبخ برضو قديم، برضو الصور دي ممكن ندخلها في الكتاب بتاعي. دي أظرف فيها هنا زي فتحة كده، برضو دول هدخلهم بعد ما أغير لونهم تماما، هدخلهم في الكوك بوك بتاعي. دي صفحات كلها من كتب طبخ تانية كانت مبعوتة لي في هابي ميل، فهي كلها برضو تنفع تتحط في بشكل ما. يعني هاخد المعلومات اللي موجودة فيهم مناسبة للكوك بوك بتاعي وهضيفها. دي صور من كتب طبخ برضو دبل سايدد كلها، اقدر اختار منها اللي يعجبني وادخله في الكتاب. كلهم المود بتاعهم والرسم، طريقة الالوان، الستايل، كله مناسب الحقبة الزمنية اللي انا هعمل فيها الكوك بوك. اهم حاجة ان انا لما اجي اعمل حاجة لازم اشوف ايه الزمن اللي انا هعمل، يعني ايه الكاتيجوري بتاعة الفترة الزمنية اللي انا هعمل فيها الحاجة، واعمل سيرش كتير واعمل تغذية بصرية كتير للحاجة دي. لان انا اكتر حاجة ما بتعجبنيش في اي عمل فني ان انا لما بشوف حاجة ممكن تكون حلوة لكن بيبقى داخل فيها شوية عناصر كتير متناثرة ملهاش علاقة ببعض، مش كلها يعني مفيش ترابط للثيم بتاع العمل الفني، فده من اكتر الحاجات اللي بتوقع او بتقلل من الشكل المحترف النهائي للعمل الفني. ده برضو كام صفحة كده من كوك بوك كان عندي، ازاي نشيل البقع، ازاي نخزن المأكولات، ازاي نجمد الخضروات، دي كلها برضو حاجات ظريفة قوي انها تتحط في الكوك بوك. في كمان دي كانت على كرتونة بيض،
من تركيا، فانا قصيت لما كنا هناك قصيت الجزء ده، وحسيت ان هو لما يتحط فيه الكوك بوك هيبقى شكله جميل قوي، فعجبتني وقصيتها واحتفظت بيها عشان نحطها في الكتاب. في بقى بعض الحاجات اللي زي كده، السناك المفضل، تاجز دي كانت موجودة على علبة او عبوة من البابريكا، من المجر، فانا لقيتها برضو دي هتبقى حلو قوي ان انا اعملها، يعني مش كأنها عبوة للبابريكا لكن ممكن يتحط فيها تاج، ممكن يتحط فيها حاجة، فهي شكلها والوانها مناسبة قوي. دي ودي برضو. في كمان المنديل ده، ده هعمل بيه بوكت في الجانك جورنال برضو. هنا ده بوست كارد، القماش ده هدخله برضو. و البليت دي، البليت ده انا مش عارفة لسه هستخدمه ولا لا، انا بفكر احطه كده واحط فيه هنا زي تاج صغيرة كده، ويبقى مكتوب فيها كلمة معينة انا اضيفها بقى، لسه مش متأكدة يعني هضيفها ولا لا، فهشوف كده يعني. بس انا حطيتها هنا من ضمن الحاجات اللي شكلها مناسب. قطعة القماش دي، دي قطعة قماش ملمسها ولونها والوانها وكل حاجة مناسبة خالص للتيم، فانا غالبا هغطي بيها، هغطي بيها دي، هغطيها تماما بالقماش ده، هغطيها تماما يعني، وهعمل لها زينات بقى هتبقوا تشوفوها ان شاء الله. في كمان عندي زي المريالة دي، وعبارة عن قطعة كده فنية جميلة قوي برضو، قلت دي لما تتحط جوه الكوك بوك هتبقى حلوة قوي. في فينتج ريسيبي كارد برضو، ده كان جالي في هابي ميل ينفع يتحط. الصور بقى اللي من النوع ده يعني كلها حاجات جاية من الكتب يعني. في ده كارت كوتشين قديم ممكن نستخدمه للتزيين. في كمان دول ممكن برضو استخدمهم، فيعني في حاجات كتير. في التيم ده دايما بيبقى فيه الشكل ده، الكاروهات الاحمر، فانا لقيت عندي برضو ريبن خاصه بالموضوع، فممكن وبيستخدم معاه كمان حاجه اسمها ريكراك، وهو ده حاجه تيبيكال ريترو يعني، وهو الريبن اللي بيبقى شكلها كده ده اسمه ريكراك، وبيدخل فيه الحاجات الريترو. وفي برضو الزراير دي شكلها ريترو جدا وتنفع والوانها مناسبة. في الفيونكات الصغيرة دي برضو معمولة من نفس اللوك اللي يمشي مع ستايل المطبخ. وجبت كمان دول مكتوب عليهم كلمة كوك، في شوية حاجات برضو هتستخدم للزينة، عبارة عن باي، عبارة عن علبة مكتوب عليها كوكيز، دي عبارة عن شطاية. المهم دي كده التجميعة الأساسية أو الجنرال قوي للحاجات اللي أنا هستخدمها، أو إن أنا بفكر أجمعتها وبفكر إن أنا أدخلهم في العمل الفني بتاعي ده الجاي إن شاء الله، اللي هو عبارة عن كتاب للطبخ. الثيم بتاعه والحقبة الزمنية بتاعته هي فترة الريترو، فإن شاء الله لما يخلص بإذن الله يعجبكم. أنا هبقى دايما بنزل ستوريز في انستجرام لتطور العمل على البروجكت ده، فتابعوني هناك لو عايزين تشوفوا التطورات، وإن شاء الله بإذن الله هنرجع نعمل فليب ثرو لما يخلصوا على يوتيوب تاني. مع السلامة، باي باي.